السلام على اروع متتبعين وصفات ام ريان، مرحبا والف مرحبا. بدايه هذا الفيديو كنبغي نشكركم كاملين كاملين، سير الله يرحم لكم الوالدين، الله يوسع عليهم في الرحمه، واللي عنده والديه الله يخليهم ليه. شكرا لكم على البصيمات اللي كتخليو في الفيديوهات ديالي، شكرا البنات اللي تاقوا فيا وجربوا الوصفات ديالي وكيرجعوا يخليو عاد التعاليق الزوينه في حقي. المهم هذا الفيديو خاص بالبنات اللي كيدخلوا هكا معطلين اللايف عندي في تيك توك، وبعد المرات كيكون 1000 ولا 2000 ولا 200 ولا 100 على حساب كل مره اشنو كيكون في اللايف. ما يمكنش البنات كل وحده غتبقى تدخل، غنعاود ليها الطريقه والمقادير. البنات غنبقى نحط لكم فيديوهات هكا في قناتي، داكشي اللي كنوجدوا معكم في اللايف نصوروا ونحطوا لكم هكا فيديو. الوقت اللي رشقات لك وبغيتي ديري شي وصفه، تجي هكا القناه ديالي وتاخذي الوصفه اللي انتيا بغيتي. هنا البنات خدمت انا وعد الكيكه وخدمت لي كاب كيك، نفس المقادير خرجت منهم كيف ما كتشوفوا، تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الخير والبركه. وعد الكيكه اللي هي اسفنجيه وتتهبل. بسم الله على بركه الله، توكلت على الله، ندخلوا في الطريقه وفي المقادير، كل شيء قدام عويناتكم احبيباتي. صافي هاد الهاشوار سهلت علينا الماموريه البنات. هنا كيف ما كتشوفوا عندي وعد الخمسه ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه، وغادا نخدمهم مزيان مزيان هذاك البيض. صدقوني يا البنات تبعوا غير المرحله والله حتى غتنجح معكم، وغنعطيك شنو هما الاسرار اللي كيخليو الكيكه تنجح واشنو الاسرار اللي كيخليوها ما تنجحش. من ضمن الاسرار البنات يعني مثلا نقولوا الزيت، وهذا الزيت والبيض والسنيده خصهم يتخدموا مزيان، حتى دوك الحبيبات ديال السنيده ما يبقاوش كاينين بصفه نهائيه. هذا راه في حد ذاته البنات راه اكبر سر لنجاح الكيك ناجح معاك 100%. بالنسبه لهاد الكيك اللي غنوجد دابا البنات او لي كاب كيك ولا شي ولا كيف ما كتشوفوا معايا، هادو راهم اقتصاديين وكنديرهم انا باش كنبيعهم. زدت هنا واحد الكاس ديال الماء من الروبيني، واحد العصير ديال الحامضه، ومعلقه ديال الزبده البنات، باش واخا دوك الكاب كيك يبركوا عندكم يومين ولا 3 ايام ما كينشفوش لكم، العكس كيبقاو رطبين وزوينين البنات. شكرا لكم بعدا شو عاد الشكر اللي هو كبير، ولو نبقى نشكر فيكم حتى الصباح عمرني ما غنوفي شكر ديالكم. هنا البنات عندي واحد الكاس ديال القهوه، ممكن تستعملي القهوه سريعه الذوبان، انا استعملت غير القهوه عاديه يعني طيبتها، وضروري تخليوها حتى تبرد واحد شويه باش ما يطيبش لكم هذاك البيض، وكنبقى نزيد هكا شويه بشويه. انا الغرض ديالي هو داكشي يطرب مزيان ويولي على شكل كريمه باش نجي الوصفه ناجحه 100%. البنات بالنسبه للقياس ديال الشوكولاته هاد الكاكاو المر ممكن تزيدوا اولا تنقصوا نتوما كيف ما بغيتوا. انا درت هنا 3 ديال المعلقات، ولكن مازال غادي نزيد شويه، علاش؟ غير باش نحصل على داك اللون اللي يكون هكا غامق. هنا البنات درت واحد القشور ديال الحامضه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم بالنسبه للحامضه او بحال المكرونه ممكن شي حويجات تنقصوها اولا ممكن تزيدوها، ماشي بالضروره الا ما عندكش الحامض ما غاداش ديري هاد الكيكه بصفه نهائيه، اولا ما عندكش الفاني ما غديريش هاد الكيكه بصفه نهائيه، لا ممكن ديريها وتستغني على حاجه من هاد الحويج، يعني غير كيبقاو غير منسمات. هنا البنات حتى الدقيق حتى هو غادا نعبروا معاكم. ها نتوما درت الكاس الاول وكنبقى نخلط داكشي بالتدريج، يعني كندخل كاس بكاس. بالنسبه للكاس اللي عبرت بها البنات كانت كاس ديال العنبه، هنا زدت الكاس الثاني ونعاود عاوتاني نخلط داكشي بالتدريج. هنا الكاس الثالث كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كنبقى نزيد كاس مورا كاس، علاش؟ غير باش يطلع لي داك الخليط ديالي خفيف وكريمي كيف ما غتشوفوا في نهايه الفيديو. الكاس الرابع تبارك الله ما شاء الله دايره كيكه دايزه الكلام، تبارك الله ما شاء الله. اللي كان عندكم هذيك الليمول ديال لي كاب كيك راه تخرج لكم واحد الكميه اللي هي كثيره، انا ما عنديش هذوك الليمول، هذاك الشيء علاش درت غير القياس اللي ما شاء درتو كيكه كبيره. صافي انتم شوفوا البنات هنا راه مازال يعني كيف ما كتشوفوا راه مازال محتاج دقيق للخليط. يلا كنعتذر ما غنبقاش نعاود في الفيديو، ماشي مشكل، مازال الخليط محتاج للدقيق. كنبقى نزيد حتى كنحصل غنعرف باش غنعرف انا القياس. البنات راه واخا نعبر لكم انا ونقول لكم مثلا ها انا درت الكياس ديال العنبه، ها انا شحال درت وها انا شحال درت، شوفوا دابا خاصك ترسمي رقم 8 ترسميها
وترسم ليك، ماشي بحال مثلا انا دابا شفتوني انني كنت غنحيد الموس، ولكن ملي رسمت رقم 8 لقيتو انه ترسم وبالزربه هبط. يعني هنا الا درت الكيكه ديالي انا طيب، ان فوا غادا طيب غنخرجها من الفرن غترجع تفص. هنا زدت واحد جوج معلقات ديال الدقيق عاوتاني، وغادا نطرب باش نشوف القياس اللي راني محتاجه ليه. دائما البنات ما تغامروش، دائما نعبر داك القياس اللي خارج ليا عاده باش نكمل. المهم هنا كيبان ليا راه شويه، ولكن بصراحه ما قدرتش نغامر. شوفوا انت رقم 8 كنرسمو، وكيما كنجي في نحيت كيبان ليا داك الرقم صافي راه غبر، خاصك ترسمي رقم 8 ويبقى هكا راه مرسوم. المهم هنا باش غنكمل انا غنزيد، ما غنزيدش الدقيق مازال، العكس غنزيد غير واحد المعلقه ديال الكاكاو المر. وهنا البنات عندي واحد 3 ديال الخمارات، ممكن تزيدوا حتى 4 حيت راه الخليط بحال يقولوا القوام راه مدوبل. هنا 4 الخمارات كيف ما كتشوفوا معايا صافي، ونخلط داك الخليط ديالي. كيف ما قلت لكم هاي المعلقه ديال الكاكاو اللي زدت صافي، ونخلط هاد الشيء مزيان. صدقوني على كريمه، جات تقول ليها راه صافي راه دي كريمه، غير كوليها بحال ماكا كاع ما تحتاجي كاع مازال طيبيها. ولكن تبارك الله ما شاء الله راه خدات مرحله كيف ما كتشوفوا، راه خدات وقت باش خدمتها باش طلعت ليا بحال ما هكا. راه غتشوفوا من داك المميز ملي كنمسحو كيبان ليك صافي، يعني فيه داك الشيء كريمي لاصق تبارك الله ما شاء الله. صافي هانتوما شوفوا دابا مني غنرسم مثلا غنرسم رقم 8 كترسم كتبقى مرسومه صافي. هنا راه عطاني نتيجه اللي هي زوينه، نكون متاكده ان الكيك ديالي مني غادي يطيب، ما غاديش تهبط ليا الكيكه بصفه نهائيه. صافي هنا جيبي واحد البلاستيكه وعمري فيها داكشي وتقبيها، وبقاي تهبطي شويه بشويه حتى تعمري دوك لي كاب كيك كاملين، تعمري دوك المولات ديالك اولا ديريهم فردين ولا ديريها كبيره ولا ديري اللي بغيتي نتايا. وممكن تزيدي دوك حبيبات ديال الشوكولاط من الفوق، ممكن تزيدي تزين لكم الاختيار البنات، ممكن تزيدي هكا الفواكه الجافه، ممكن تزيدي اللي بغيتي، ممكن تزيدي المكسرات اللي بغيتي في هاد الكيكه، ممكن تخليها حتى طيب وتزوقيها بالطريقه اللي بغيتي نتايا واللي حبيتي نتايا. سمحوا لي البنات صراحه والله الا كتشوفوا الصوت ديالي مره مره هكا كيعيا، والله يا البنات راكم عارفين غير مع الضيقه ومكان الرابوز بحال هكا بعض المرات الاكسجين كيمشي ليا، فكما كنقدرش نبقى هكا نهضر بزاف وانا في عادتي يعني خصني نشرح واحد الشرح اللي هو يكون سريع هكا وفي نفس الوقت يكون نحاول ما امكن انني ما ننسى لكم حتى شي حاجه. ولكن صدقوني فاش كتكون موقفه الاكسجين ما كيبقاش يوصل ليا المخ وما كنبقاش مركزه. هنا البنات دخلت الكيكه للفران بارد، الفران بارد والعافيه ناقصه، وتبارك الرحمن شوفوا تبارك الله شحال كتجي طالعه، كتجي اسفنجيه زوينه كتهبل. جربوها وردوا عليا في التعاليق، ما تخليش ليا تعليق، تفرجي في الفيديو وخلي فيه وعد البصيمه في نهايه الفيديو ماشي في البدايه، وسيري حتى تجربيها عاده باش رجعي خلي لي وعد تعليق. شوفي تبارك الرحمن شوفي من الداخل كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله، راها كتهبل كتعطي نتيجه واعره. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا هادو يبيعوهم البنات الثمن ديالهم، الا بغيتيها تسلكك راه خاصك على الاقل على الاقل تبيعيها بواحد جوج دراهم ونص ولا جوج دراهم. انا بصراحه كنبيعها غير بدرهم ونص، ولكن الحمد لله الحمد لله الله يجعل البركه غير في القليل، هذا ما كان البنات. المهم هادشي كنخدمو تنحطو في الكراج ديالي كيف ما كتشوفوا في اللايفات، وكنبقى نبيع هكا شويه بشويه كنخلط، ماشي كندير غير لي كاب كيك اولا غير الكيكه، راه كيكونوا بزاف ديال الوصفات البنات، منهم المسمن الحرشه البغرير جميع الوصفات كيكونوا. المهم انا زوقتها وعز الزواق لي هكا خفيف غير باش تعجب الوليدات. البنات شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه في حقي، شكرا للبنات اللي علاو مقامي، الله يعلي مقامكم ويحلي كلامكم ويبعد عليكم شر عديانكم يا ربي الحبيب، والله يعطيكم ما كتمنوا يا ربي. وسمحوا لي على الصوت ديالي راه مره مره كيكون هكا عيان، غير سمحوا لي وصافي، والله راه كتجيني صعيبه باش نمو نطيب باش نبقى بحال هكا نهضر،
انا من النوع اللي عزيز عليا نهضر غير شويه صافي، كنحط الجد ديالي كامل وكنسال. يلا البنات بسلامه عليكم، تلاقاو فيديو مخ...